السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناه مصطفى مزيك. اول حاجه بعتذر عن الغيبه الطويله، يعني انتوا وحشتوني جدا 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 في اليوتيوب اصلا وكل الدنيا، يعني اجواء اليوتيوب ويعني صفحه الفيسبوك والجروب والناس اللي بتعامل معاهم دايما بشكل يومي، الناس اللي سالت عليا، كل الناس دي والله وحشوني جدا. فكنت بعتكم ان احنا هنعمل انبوكسنج لحاجتين، الحاجه دي والحاجه الثانيه اللي هي المايك. تمام، المايك الجديد اللي انا اشتريته. لكن اول حاجه هنعملها هي عمل ديليت للفيديو اللي انا قلت همسحه بعد اسبوع. ممكن يكون عدينا اسبوع او حاجه، لكن الفيديو ده اكيد لازم هيتمسح في يوم من الايام، وهو ان شاء الله هيمسحه دلوقتي. زي ما شفتوا بعد ما مسحنا الفيديو، نرجع على طول نعمل انبوكسنج للحاجه دي، وهو مج عليه لوجو مستر بومتك. ناس كتير قالت لي ان اللوجو ده لوجو مش احترافي، يعني لوجو بتاع مبتدئين. انا فعلا عملته لما كنت مبتدئ في الفوتوشوب، فعلا عملته لما كنت مبتدئ وما كنتش عارف اصلا اعمل لوجو ايه، وما كنتش عارف اي حاجه اصلا في الفوتوشوب، فطلع معايا لوجو زي ده. الصراحه لحد دلوقتي مش متوقع ان انا ممكن اغير اللوجو ده في يوم من الايام. لوجو بسيط جدا، يعني حتى الصور دي انا جايبها من على جوجل، يعني كلها حاجات بسيطه جدا. يعني كل اللي عامله انا عملت هنا تحديد بس، والخط ده كنت منزله من على جوجل. ولكن الصراحه لحد دلوقتي عاجبني جدا اللوجو ده، عاجبني شكله، عاجبني المنظر كده. الصراحه يعني حاجه كويسه جدا انك تعمل حاجه بمجهودك انت. اللوجو ده قعدت في 3 ساعات اعمل لوجو زي ده، لحد ما جبت الفكره وجبت الطريقه وجبت كل حاجه على اليوتيوب، قعدت 3 ساعات اعمل في لوجو زي ده. لوجو بسيط جدا جدا جدا، ولكن الصراحه هو ده اللي هيكمل معايا لحد اخر يوم في القناه، اللي هو ان شاء الله مش هيجي. يعني واحد بقى يجي يسال ليه انت عملت حاجه زي كده. اول حاجه زي كده ممكن تساعدك جدا في انك تحفز نفسك انك تكمل في القناه، حاجه تفكرك انك عندك قناه يوتيوب المفروض انك تهتم بيها. مثلا انت في الدراسه مثلا ممكن تشرب اي حاجه في المج ده وتفتكر قناه اليوتيوب، تفتكر الناس اللي بتتابعك، تفتكر انك عندك مسؤوليه انك تعمل حاجه الناس طالباها او حاجه زي كده. فالصراحه دي حاجه ممتازه جدا، ان هي هتخليني استمر بشكل افضل في قناه اليوتيوب. وفي نفس الوقت هي حاجه مش مكلفه يعني نهائيا، هي ب 45 جنيه تقريبا. المج اصلا، المج لوحده من غير الكلام ده كله ممكن يوصل ل 35، واللوجو ده ممكن يوصل ل 10 او 15 جنيه. فالمجموع وصل ل 45 جنيه عند استوديو جنبنا يعني هناك في البلد. فهي حاجه جميله جدا، كان نفسي اعملها الصراحه من زمان، وشفتها عند قناه ماتريكس 219 عليه اللوجو بتاع ماتريكس 219، وكان شكله جميل جدا. فانا قررت ان اعمل لوجو، يعني اعمل مج شبه المج بتاعه. ونروح بقى للانبوكسنج الثاني. بعد ما عملنا انبوكسنج للمج، هنعمل انبوكسنج للكيسه اللي وصلتني من موقع سوق دوت كوم. طبعا عارف ايه اللي في الكيسه لان فتحتها قبل كده، وطبعا دي انا كنت مستنيها من قبل ما اسافر، والحمد لله هي وصلت اخيرا. طبعا فتحتها زي ما انتم شايفين، انا فتحتها فيها المايك. طيب انا في الفيديو ده مبدئيا كده، في الفيديو ده مش هقول على اي مميزات المايك، مش هقول على صوت المايك، مش هقول على اي حاجه، لان انا ما اعرفش لحد دلوقتي ايه اللي في المايك. ما اعرفش ايه صوت المايك كويس ولا لا، ما اعرفش حاجات كتير جدا في المايك ده. ولكن اللي اعرفه ان هو مايك لحد دلوقتي اللي شايفه قدامي ان هو مايك طويل، المنفذ بتاعه 3.5 مللي، و استيريو. تمام، مش مونو، لا استيريو، يعني بيشغل سماعتين، و مايك مشبك. تعالى كده نشوف مع بعض المايك عامل ازاي من جوه، هنفتح ازاي. تمام، من هنا. تمام، دي العلبه اللي كان فيها المايك. تمام، العلبه، وادي المايك نفسه. طبعا كنت فكيته قبل كده. تمام، وده طبعا كتيب التعليمات اللي بيبقى مع المايك ده، بيقول لك انا في تركيبه ازاي وكده. طيب مبدئيا العيب الاول اللي انا لقيته في المايك ده، طبعا مش هقول لك كل العيوب او مش هقول لك كل المميزات، مش هقول لك اي حاجه طبعا عن المايك ده، ولكن الحاجه اللي انا اكتشفتها يعني اول ما جبت المايك، ان هو ما بيشتغلش على اي لابتوب، بيشتغل على اللابات اللي فيها اكتر من منفذ للصوت. يعني منفذ للصوت لوحده ومنفذ للمايكروفون لوحده. تمام، اللاب اللي معايا في منفذ واحد فقط للسماعه فقط. تمام، لان الهيدست فون اللي انا بستخدمها اللي هي سماعه الاذن اللي انا بستخدمها، طبعا هي تعتبر سماعه وتعتبر في نفس الوقت فيها مايك، فعشان كده ممكن تشتغل على المنفذ اللي عندي، لكن ده لازم له منفذ خاص بيه. لذلك هنستعين بالقطعه اللي قدامكم دي، والقطعه دي هي اللي هتخلينا نقدر نستخدم المايك ده. فبدايه اول ما اجيب القطعه دي على طول هعمل الفول ريفيو عن المايك ده، كل حاجه مميزاته وعيوبه، وهنجرب الصوت قدامكم، وهنشوف الصوت القديم والصوت الجديد وصوت اللاب نفسه، هنشوف كل حاجه. لا تمام، لكن نقرا كده مثلا اللي مكتوب على اللي موجود في العلبه من ورا. تمام، وهنا كاتب لك باكتر من لغه. تمام، كل واحد بيقول لك ان هو الكابل هنا 2.5 متر. تمام، مكتوب هنا في المواصفات عندك باكتر من لغه،
فهنا مكتوب مثلا ان هو 2.5 متر ومكتوب اللي هو كليب اون مايك، يعني المايك اللي هو بيتعلق فيه الهدوم، تمام. وبرده مكتوب هنا ان هو 7 جرام، يعني المايك ده 7 جرام فقط، مايك 7 جرام فقط، تمام. زي ما انتم شايفين هو ده منفذ اللي بيحط المايك في الكمبيوتر، تمام. وده هو شكل المايك. وهو ده كان كل حاجة عن المايك ده لحد دلوقتي، لكن لسه اما نجرب المايك واما نشوف كل الصوت ونشوف كل حاجة. على فكرة يا جماعة الريفيوهات على النت والمراجعات عن المايك ده على النت كلها بتقول المايك ده ممتاز، كويس جدا جدا جدا. عايز تعرف سعره، عايز تعرف كل حاجة عن المايك ده، اصبر للفيديو بتاع الفول ريفيو، ان شاء الله هيبقى الفيديو اللي بعد الجاي، تمام. لان الفيديو الجاي هيبقى فيديو ضروري جدا لازم اعمله في الفيديو اللي جاي. لينك المايك ده هتلاقيه ان شاء الله في الفيديو في الفول ريفيو، وهتلاقي كل حاجه عن المايك ده في الفول ريفيو، هتلاقي سعره وهتلاقي كل حاجه عن المايك من اول حاجه لاخر حاجه في المايك. كان معاكم مصطفى من قناه مستر بوتيك، شوفت الفيديو واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.